أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج المشهد. هذه الحلقة نسلط الضوء فيها على أزمة موردي البرنامج الوطني للصناعة لترقية الصناعة التقليدية، والتي دخلوا على إثرها في اعتصام مفتوح أمام مقر البرنامج مطالبين بتسديد ديونهم المتأخرة منذ فترة طويلة. إذا عفوا، معنا في حلقة اليوم من هذا البرنامج أحد هؤلاء الموردين ليطلعنا على تفاصيل هذه المعاناة المستمرة منذ عام 2022 كما يقولون، والضغوط التي يواجهونها والأسباب التي جعلتهم يدخلون في هذا الاعتصام، كما سنتحدث معه عن تأثير هذه الأزمة على الصناعة التقليدية في البلاد والخطوات التي يأملون أن تتخذها الجهات الوصية لحل هذه المشكلة. مرحبا إذا بضيفنا عبد الرحمن والمهندس المتحدث باسم مجموعة موردي البرنامج الوطني لترقية الصناعة التقليدية. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الرحمن. في البداية لو تضعنا في صورة هذه الأزمة، يعني خلفية هذه الأزمة، كيف بدأت؟ السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأزمة بدأت مع بداية إنشاء البرنامج. البرنامج تم إنشاؤه ب 11 نوفمبر 2021 بموجب المقررة 2026. البرنامج من إنشاؤه إنه هم اللي إتسع علينا حقوق المورد. إنه هم اللي جهزنا من الألف إلى الياء ما يحتاجه من جميع الوسائل المستلزمة لتأهيل المقر، من الرحلات داخل الرحلات التحسيسية، رحلات الحفلات اللي نشوفهم، تعريف الصناعة التقليدية والحرف اليدوية. يعني برنامج احنا تأسس على رؤوسنا احنا هم هو خال مرسوم قلتوا عنه تقريبا، وبدأ التعامل معكم انتم مباشرة. أول حد بدنا نتعامل معه. أيوة. بغض النظر قاع عن ميزانيته هو اللي ما نعرف قاع شنو، أبدا على خاطر لا تخصنا قاع. فاحنا كتجار. ما علاقتكم به شنو بالضبط؟ علاقتنا به نحن طبعا مؤسسة تجارية. وهو ضمن المستلزمات. احنا طبعا طالبوا منا ما هو باسم شخصي. باسم شخصي اعتباري، باسم الدولة. نزيد بطابع الدولة. طابع الدولة كلمة من الوزارة كاملة. بنهاية التجارة ما نقدر نقول مالنا نضحى بهم هكذا بدون ضمانات بدون شيء. اجبرنا برنامج تابع للدولة ضمن التعهدات فخامة رئيس الجمهورية، وتعاملنا مع ذاك الاساس، وفرنا له الحاجيات بدور كامل، تأديد المقر بكامله، ما في شيء ما مجهزين، وامورنا مستقيمة كاملة طبيعية. يعني حاجة وقت الأداء دخلنا بالمماطلات وشو من الأمور ما فهمناها. وقت سداد الديون ولا وقت الوقت المفروض يسدد الديون نقدم الخدمات. ايوه احنا كتجار قدمنا. ثم كان عندكم معاه كنت يعني عقد مكتوب ولا عندكم معاه شيء معين يلزمه هو بشيء يعني بمرتب ويلزمكم انتم باشياء، ولا يعني طبيعه العلاقه؟ عندنا معاه علاقات تلزمه برواتب مستحقه عليه. ايوه كمان عندنا عقودهم هم واقعين معاه مجدا كيف كان إذا يعني هذه يعني الطريقة اللي بدأت بها الأزمة، السياق اللي أدى لتأخر يعني هذه المستحقات أو هذه الدفعات، يعني السياق اللي جا فيه شنو؟ السياق اللي جا فيه التأخر بداية سياق مبهم قاع، ما فهمنا عندنا بس إنه مماطلة والله تحايل بصراحة. طبعا هو ما يمشي شخص يعلمه، احنا نتكلم عن مشروع شخص اعتباري مرات. إلي إنه حسينا بديك القضية، قلنا بدأنا الخرجات ممكن نعدل، وخرجات سابقة ياس، سابقة رسائل عدة الجهات المعنية، الجهات المختصة، عندي رسائل كاملة. حتى دكتور موارد من شلال المرسالة، هو الوزير الأول السابق، الوزير الأول الحالي. وزير التجارة السابق، وزير التجارة الحديث. وهذا الشغل كان ردهم عليكم؟ لا ما في رد. ما في؟ مجلس الفتوى المظالم ما رد عليكم؟ لا ما رد علينا. نحن اللي خلقنا هو علمنا اننا بدنا بنوك التحركات، بعدين استنفدنا كامل شاكين عن الامور اللي تنحل. اللي بدنا بهم ومشات المفتشيه الداخليه المشروع البرنامج، مشات وزاره التجاره. ذاك التفتيش
مخرجات وقاعد إلى حد ذلك إحنا ما نعرف شنو هي، غير بعد واضح فيه عن التفتيش اللي نجي والمفروض عنه اللي إما إحنا عندنا ما عندنا مستحقات قاعد نعرفه ذاك الوقت ما عندنا، والله عندنا مستحقات وما قالوها لنا ولا أعطانا تفصيل، قالوا الملف مزال عندهم من مخرجات ذاك التفتيش لأنه بدل الملصق القديم وندار بالملصق الجديد. وللتذكير الملصق القديم اللي انقلع من فم دار بلاصه اخرى، دار مكلف مهمه في تآزر المحاسب كان في مولي دار في الاليه الوطنيه ضد التعذيب. احنا قاعد ما عرفنا التفتيش وذا كان بعد المخرجات التفتيش، بعد مخرجات التفتيش خلق لي الاحداث اللي قلت لك برك. والتفتيش جاء عقب اثارتكم انتم الموضوع حق بعد عقب وقفات نحن وعلى اذره يعني تم ترقيه هذا انتم مع نحن ما ولفت علينا في قضيتنا انتم عقب التفتيش ما راسلتوهم ما عرفتوا ما جيتوا تعرفوا منسق جديد مثلا منسق جديد جينا وتعاطى معنا في الملف حسب اللي يقول هو انه ما عنده في دخل. انت كانوا معترف بمظلمتكم يا الله. هو معترف بمظلمتنا واقف معنا غير حسب اللي يقول هو انه ما عنده دخل في ذا ولا عنده انه مساير الملف كيف ما يلا يساير. على اثر صلاه التفتيش الاول اينين تحركنا احنا مولي ومتلنا تصعيد شوي وصعدنا. حالة وزارة التجارة الملف شو وزارة المالية وبدورة وزارة المالية مولي مسجات تفتيش أخر البرنامج لحد اللحظة مولي معرفتنا علينا مسجات وين تفتيش مسجات وفي الشهر السبعة الماضي يعني توما أزمتكم معها توما من الساعة اللي بدأتوا معها قطع خلاصكم ولا شيء يعني والله شو نحن بدايتنا قط خلصنا بعد شيء ما هو شيء يذكر قطوا خلص بين واحدين كلها قطوا عيو خلص فاتورة من الفواتير تقريبا قد تقول إنها نسبة 1% من اللي قط عدد الله 2%. ثم طيب معه كم تقريبا كم من 2022 ثم بتعاونوا معه حق بعد 2022 إلى أين أنت؟ إلى حد اللحظة إحنا مازلنا معتصمين متظاهرين. لا مازلتوا إلى الآن مرتبطين بالبرنامج هذا؟ مرتبطين بعد به. مرتبطين به احنا مستحقاتنا كامله عاد بالشروف زين مرتبطين به هو يعني مازلتوا تبردوا له وراكم مازلتوا تجيبوا له؟ لا هو اللي عضوه احنا الشيخ العلا حبل احنا ما تنقدر نتعامل معه موجودين احنا قاعد يعني انت احنا قاعد وصلنا بازمه قاعد ما تنقدر نتعامل احنا بازمه ورقع ماليه كبيره مؤسساتنا خسرت كامل. هذه الازمه الكبار اللي ندركم تحدثنا عنها يعني شنو اللي يعني هذا الاذر اللي خلى فيكم يعني بشكل عام الأثر اللي خلى فينا أثر له شقين. الشق الأول شق شخصي بعدين شخصي. نحن كتجار في السوق على المستوى الشخصي فقدنا بعد قاع مصداقيتنا احنا في السوق وفقدنا مؤسساتنا اللي كانت مرجو منها انها تعود احنا كنا مشاريع على الأقل مشاريع رجال أعمال مشاريع بعد تجار على الأقل وعلنا مؤسسات الموظفين كان فيهم اللي كانت حاضنة اجتماعية فيها موظفين وحسابات وشي عادت عبارة عن الشيء ما هو خالي تفكت في اللي العمل توقف احنا قاعدين صايبين العمل احنا كم عدد هذه المؤسسات تقريبا؟ مؤسسات على ما اعتقد انها الدور تعود في حدود 30 والله هيك يا غير بعد اللي متواجد منها حالا اللي تواجد منها اليوم تقريبا يزيد على 10 هم اللي في الاعتصام اليوم 10 مؤسسات وهذه مؤسسات تراجع دورها والله قاعد تراجع تماما العيش في ذلك معاناة على المستوى الشخصي حتى بين واحدين يعيشوا معاناة بالمطالبات النتيجة كانوا يتعاملوا مع مدخرة ويقبلوا فضل طريق التجارة تعرفته على انهم عندهم تعامل مع الناس وفقدوا الثقة قاعد في السوق ياسر منهم والمستوى الاخر الجانب الاخر الجانب كنت اقول لك الجانب الشخصي ذا هو الجانب مولي الاجتماعي هو اللي كنت نقول لك على ان المؤسسات اللي كانت مقانيه من الخرب وكانت بؤره بعد قاع قدر اجي يحصل فيها شيء وقد اللي هي عطرك عباره عن شيء ما هو خارج بالتالي هذه ازمه في الحقيقه هي ازمه مولي. اذا تعاطي معاكم يعني المنسق الجديد مع الـ مع الـ مع الموضوع وحتى السلطات بشكل عام تقيموه باش؟ نقول لك نحن من الساعة اللي بدأنا في اعتصامنا طبعا اعتصام مسؤول على قدر كبير المسؤولية بها اللي حتى ياسم الأمور ما نلجوا له قاع
نعتصم نلاقي قدام مقر البرنامج، عدلهم اعتصامنا، نديروا لافتاتنا هي مطالبنا. ما قد تلقينا اي اصطدام مع اي سلطه ولا اي شيء. يكون في اعتصامنا الماضي اللي 15 يوم تمينا باني الخيمه، بعدين اعتصامنا جات الشرطه ومشى قبضت بشكام والباندرو ومشات بهم. استخسرنا القضيه اللي هي مشيهم حاكم الكسر، ويقولون حاكم الكسر لان المسمى الوظيفي هو ذكوري، بغض النظر انه قاعد اي حاكم سيد الحاكم، خلينا نقول سيد الحاكم بيدك، ما قلت لكم ما ثم شيء شخصي مع رقاش. السيد الحاكم اللي تكلمنا معاه خاطبنا باسلوب ما يليق به هو كسلطه ولا يليق ملي بنا احنا. فدي يقول لنا هذه اخوي مقلعون من هون، يعني عبارات ما هي ما يبغى يقولها حاكم الحقيقه، وندين به بطبيعه الحال ندين به. يعني هو الحاكم يعني مدرك انه كان وراء البرنامج من نفسه ولا لا الحاكم اتخذ توفي شرعاته؟ والله اعلم لا ادري. اذا يعني انتم ظاهر لكم عن الاسباب اللي حددون تغيير الوضع، يعني رغم استبدال منسق جديد للبرنامج، رغم التفتيش، شنو الاسباب ظاهر لكم عنها اللي حددون تغيير هذا الوضع يعني دون حل مشكلتكم؟ الاسباب اسباب تقعد ياسر، اسباب متعدده، منها على ان الجهات المعنيه اللي تقعد قاعده متباركه مع الموضوع راح تحلو، ومنها اسباب اخرى تتعلق بالبرنامج الراس، والبرنامج تم انشاؤه ضمن برنامج تعهدات رئيس الجمهوريه، ومن اهدافه النهوض بترقيه الصناعه التقليديه والحرف اليدويه. وما نهض بالصناعه التقليديه ولا سدد المول ان احنا فواترنا، على انه حسب رايي انا الشخصي على ان البرنامج قاعد الدور اللي مناط به ما فات حقه. هذا بما اشتفت حقه بيدي برنامج عازج عن تسديد مستحقات موردين واحران وقاعد يعود له يتطور من حرفه يدويه. هو صرح لكم بعجزه والله قال عنه قاعد ما هو معترف بها والله يعني؟ لا معترف بها، هو من موقعه معترف به، احنا عندنا لا شيء موقع معترف به، احنا ما نطالب بشيء ما لنا. من ترى كان اعطاكم اجل مثلا معين ولا يخلصكم؟ اعطانا ما هو اجل واحد كذا، اجال عده، ودائما كان يتعذر بالتمويل الميزانيه. احنا هيك الامور احنا ما نعرفها قاع الحقيقه، بهذه الامور تخص بالميزانيه اللي تدخل، الميزانيه ماذا دخلت وحاني الاسبوع الجاي، لان يقول الوزير ولاه يعني لا يوضح ان احنا عاقبه عن هذا لا مماطلات، واللي بدانا فيك تحركات فيك تحركات يعني تحركات نتجت عنها تغيرات معينه، نتجت عنها تفتيش، نتجت عنها اقاله الى حد ما، يعني اقاله للمنسق وللمحاسب وهذا من هذا. لكن هذا ما ظهر لكم عنها طريق للحل حل مشكلتكم؟ ظهر لي عنها طريق لحل مشكلتنا اللي هي نتج عنها التفتيش، التحركات نتج عنها التفتيش. ايوه ونتج عنها التفتيش شوخه اللي مخرجات كما قلت لكم ما عرفناش برنامج. يا غير مولي لانه هون عن نتج عنها على ان التفتيش اللي جاء هي حل الاشكاليه. قبال المسؤولين كانوا فهم ودانوا في مناصب اخرى، حولوا مشوار اماكن اخرى. هذا انا والواقع له هو انا ما نعرف تفسير قاع شنو بعد اللي خلق له هو، على ان للمنسق عاد بلاصه اخرى مكلف مهمه، وللمحاسب كان هذا ما اعطاكم انتم بصيص امل انه فهم طريقه للحل. والله ما وضع والله يعني أركو عن الوضع لا مازال بحاله. احنا بطبيعه الحال عندنا امل، بيني املنا قاع في احنا املنا في الدوله كبير، وثقتنا فيها هي اللي خلاتنا قاع نتعامل مع البرنامج. عندنا طبعا امل، عندنا امل ضمن مولي الاصلاحات اللي مقبله عليها الدوله، ونعرف ان ثم امل كبير على تسوى قضيتنا. انتم ذاك المطلب الاساسي اللي يعني الدوله توجهه من خلال الاعتصام، توقعاتكم ايضا من الاعتصام مش كيف؟ المطلب الاساسي هو تسديد المستحقات. انا قاعد نقدر نضيف عليه مطلب ثاني انه التعويض، واحد يعوض لنا قاعد عندنا الوقت استلمنا والجهد والاعتصام من ياسر التكاليف تكلفنا في الاعتصامات والجهد والوقت اللي نبغوا قاعد يعوض لنا اللي نعود لنا نضيف له مطلب. يعني شنو توقعاتكم بشان الاستجابه لهذه المطالب من قبل السلطات؟ توقعاتنا لا حاسين ظن بالسلطات، حاسين بهم ظن، توقعاتنا عن الدور تخليك بادره الايام القريبه وتسوى بها مشكلتنا هو اللي متوقعين ان شاء الله. انتم مارقتوا قاع حاله يعني من التفاوض معينه في اطار هذا الاعتصام بشكل عام، طرق ابواب يعني معينه
سواء كانت هي شنو هي قاعدكم تحلوها ب... نحن شفنا عن ذم تفاوض مثلا او نحن شفنا عن ذم الابواب اللي متاحه لنا للتعبير السلمي ولا عندنا مشي رسائل مشيناهم بالجهات المعنيه كامل جهات مختصه تلنا للتعبير عدلناها تعبير سلمي مع بقينا في التعبير مطالبنا للندور نعرف عندنا في احنا نرجع عندنا في دول الحمد لله ديمقراطيه وعندها مكان للمساواه اللي ياسر من الامور تقبل عين الاعتبار وهذا يعني هو التعبير الاجدر بالدوله هو اللي لايق بسياسه الدوله هو اللي لايق بينا احنا مولي. اوكي يعني انتم يعني من خلال تجربتكم يعني من رجع كان فهم تجارب مشابهه لموردين اخرين في قطاعات اخرى؟ فهم بعد فهم تجارب وسوات واللي بيه نقول لك ثم السور الاخضر كانوا عنده مولدين حكما نفس وضعيتنا حكما وعقب السوات قضيتهم نفس وضعيتكم تقريبا؟ نفس وضعيتنا تقريبا في مولدين وفم على ما اعتقد فم بعد السور الاخضر قطعا مشي اكيد وفم يعني كيف تقارنون يعني تقارنون استجابه الحكومه لتلك القضايا بقضيتكم؟ نعرف عن الحكومة لا تستجاب للناس واسية مع الناس احنا ما كاملين من مواطنين كاملين عندنا مستحقات كامل هنا القانون حق إذن هي فهم تجارب يعني مشابهة لقضيتكم انتم هذه بازمتكم والله فهم هاي تجربة السور الأخضر مشابهة لها وشفناها وسوات يعني انا ما لها ياسر والله ما لها ياسر وسوات ولك عطينا احنا مولي باص يستمر على انه تسوى قضيتنا من درس هذا كان عندكم زاد زملائكم يعني في المجال كموردين مثلا كيف هذا زملائكم تذكرك حالا كان حسيتهم مستوى من يعني تقييمكم يعني لوقوفهم معاكم تضامنهم يعني ما فهمت سؤالكم يعني زملائنا هذا ولا زملاء اخرين؟ اي زملاء يعني كموردين انتم كموردين بشكل عام يعني شبكه موردين والله زاد كزملاء في الميدان يعني تقييمكم كان عندكم يعني تضامن او يعني اتحادات مع الجانب هذا؟ عندنا بعد بالنسبه لنا احنا بعد عندنا اتحاد هو اللي جايكم انا من طرفه انا بتكلم باسم مجموعه من الموردين مجموعه تنظيم برئيسه بهيئاته يعني اللي اقتضى التنظيم كامل والامور تعدل كامله تعدلها لا بنقاش وبتشاور. اوكي يعني هذا الاعتصام الان من ترى كان فهم خطط تصعيديه في حال عدم الاستجابه لمطالبكم؟ نحن كما قلت لكم عندنا من خطط تصعيديه عندنا لا خطط سلميه عندنا لا اعتصام خطط سلميه ونعرف انه لا يجيب نتيجه نعرف انه هو لا يجيب نتيجه بظل الحكم الحالي احنا كما قلت لك ما نسبوا باي شيء فيه شيء مخالف للقانون ولا شيء يعني واصلوا اعتصام السلمي بوكل باندرول اللي معرقين ترى هي خايبتنا بتنبيناها مرتين وانقلعت والمره الثالثه ما نبغى تنقلع لا تحلم علينا كاع الضباط نوصل ذاك للسيد الحاكم يعود على بال ملاك هي يعني فات انقلعت مرتين؟ هي مرتين والله بنيناها اليوم مواصلين اعتصامنا وزنا. ثم الاعتصام انت بداتوه تقريبا؟ بداناه 1 اكتوبر سابقوا طبعا سلسله وقفات فردنا اعتصام ثابت في 1 اكتوبر عندنا خيمه قدام البرنامج وثابتين فيها. ويعني عقب هذا الاعتصام يعني الاعتصام تقريبا عادلوا حدود الشهر تقريبا ماشي تقريبا عدل قريب من الشهر تقريبا ما فهمت شفت فهم تعاطي يعني تطور في التعاطي من قبل السلطات من قبل الشهادات الوصيه بشكل عام؟ لا راجعين عنا نشوفه قريب خصوصا بعد منين جاونا وسائل الاعلام رانا شاكرين وسائل الاعلام من ضمنهم طبعا قناه مرادكم شاكرين على الوقوف مع الحق دائما واللي شايفين عن ذمم لانه قد لا يعود يطري فيها خطوه على قدام ان شاء الله تسوى مشكله. اوكي يعني من ذا كان عندكم رساله للجمهور ورساله للحكومه بشكل عام؟ والله نحن لا نبقوا نلفت نظر الناس بشكل عام راي العام نور رئيس الجمهورية والحكومة بشكل عام لأزمتنا هذه ولو قاعد فتنا قلنا مراتك قال يتم ذكروا عندنا نحن نعيش أزمة من 2022 أزمة ما عندها أي مبرر ولا أي داعي
مريدين عدلوا شي خدمات دور مستحقات ايش من الشباب يشتغل يمارس التجاره الذي عاد بعد كافوا عن ياسم الامور عند الهجره وعن ياسم استقر وقاعد ومشي حاله يدخل في ازمه لا ناقه له بها ولا جمل وهذا عندنا ما ولا يخص سياده الدوله ولا يغبنا احنا يعني انعكاس هذه الازمه ايضا على الصناعات التقليديه في موريتانيا بشكل عام كان تشوف عن قاع من انعكاس عليها انا قاع حسب كما قلت لك ماني قبال مواكب الصناعه التقليديه كان ظاهر لي يعني ان مد ما سوى في ازمه الموريدين فاحرى ان تسوي قاع مشاكل الصناعه التقليديه لا اعتقد ان فهمت تطور الصناعه التقليديه اكثر اعتقد مني يلا إعادة النظر للبرنامج على الأقل نتائج يلا نشوف الصناعة التقليدية والحرف والموردين يلا نشوف نتائج. طيب إذا أستاذ عبد الرحمن والمعي متسر المتحدث باسم مجموعة موردي البرنامج الوطني لتقنية الصناعة التقليدية كنت ضيفنا في حلقة اليوم برنامج المشهد شكرا جزيلا لك. والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة وإلى أن نلقاكم في حلقة أخرى من برنامج المشهد في أمان الله. نشكركم على هذه تعبتم معنا حتى جهازكم.